ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ودلوقتي معادنا مع فقرة الصحة والرشاقة مع ضيفتي دكتور سالي فيكتور، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة On Target Pharma. أهلا بيكي يا دكتور. أهلا بيكي. طبعا موضوعنا النهاردة موضوع شائك شوي، موضوع هيفاجئك. لا والله. طيب احنا بقى هنتكلم على موضوع السمنة والرشاقة، بس احنا هنتكلم على اول ما بنتم سن الـ40 احنا المفروض نخلي بالنا قوي، يعني اكتر، يعني نبقى اكثر حرصا علشان ما نبقاش عرضه للسمنه. تمام. وهل بقى احنا لما بنتعرض، حتى لو في بعض الناس منا تعرضت للسمنه، هل في اسباب معينه بتخليها تتعرض لها في السن ده تحديدا لو هي محافظه على جسمها طول الوقت؟ هو احنا في الاول بس عايزين نقول للسيدات وقت في وقت الناس السيدات بتحس فيه انها خلاص كبرت، وايه ده انا عندي 40 سنه، يا لهوي ده انا كبرت خالص. لا 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 لا، بالراحه بس كده. احنا عايزين نقول لهم ان انتوا حلوين في كل الاوقات وكل السن، ومش معنى ان انا وصلت خلاص لسن 40، في ناس فاكره ان ده خلاص، ده انا كده كبرت، انا عندي 40 سنه. ايه يا جماعه، لا لا مش للدرجه دي، لسه ما اتجوزوش اساسا. بالظبط. فاحنا بس بنقول لهم ان انتوا ما تخافوش وما تتخضوش وما تحسوش ان انتوا خلاص كبرتوا في السن، ووقت بقى ان انا اهتم بنفسي وان انا اهتم بجسمي، ده خلاص عدى، وان انا كبرت على الكلام ده ومش عارفه ايه. لا، كل الكلام ده غلط خالص، وبيسبب حاله من الاحباط او حاله من اللامبالاه او تكبير الدماغ. طب وليه انت لسه بدري، لسه بدري قوي على الكلام ده، ولسه في امل، ولسه في، احنا عايزين بس نقول للسيدات ان لا، ده انت ما كبرتيش، انت لسه في عز جمالك وفي عز صحتك. فما ينفعش ابدا او التوجه ان انا خلاص خلاص طالما تميت الـ40 ان انا ما اهتمش بنفسي وما اهتمش بصحتي وي وي وي. لان احنا في الفريق الطبي في شركه On Target Pharma تواصل معانا بنات من عمر مثلا 20 25، بتقول لنا انا ماما مثلا بتعاني من السمنه وانا عايزاكم تساعدوها. وحقيقي ساعدنا امهات كتير جدا ومعديين كمان الـ40 والـ50 وناس كبيره ما شاء الله، عارفه في اعمار اكبر، بالذات اعمار كبيره، ووصلوا معانا لوزن حلو جدا، وما كانوش اصلا متخيلين ان الموضوع يعني ايه ده، يعني ما كانوش حاطين اصلا الموضوع في دماغهم، او خلاص بقى انا اصلا كبرت بقى مش اهتم، لسه اهتم بنفسي واهتم بصحتي واهتم. لا، في ناس بتبقى خلاص وصلت لمرحله من الاحباط او اللي هو خلاص بقى يعني عدت عليا. لكن احنا لما بنلاقي مثلا بنات بتقول احنا عايزين نساعد امهاتنا، او احنا في سيدات كمان بتاخد الخطوه وتكلمنا تتواصل معانا تقول لنا انا مثلا في الوقت دوت وعايزه اخس، احنا بنبقى معاها من الالف للياء، وبتحس فعلا انها حتى كمان صغرت في السن اكتر، ومهتميه جدا بجسمها وبلبسها، وحتى مش بيبان عليها السن. يعني في ناس بعد ما بيخسوا معايا شكلهم بيتغيروا، ايه ده انت مش مستحيل يبان عليك السن دوت. فاحنا كمان بنقول لهم ان لا، دي مش نهايه الوقت، وده مش وقت متاخر، ولسه في فرصه ان احنا نحافظ على وزننا وان احنا نوصل للوزن اللي احنا بنحبه، وده وقت حلو ان انت تهتمي فيه بقى برضه بصحتك وبجسمك يعني وبرشاقتك، كل الحاجات دي. لا، ما عداش الوقت يعني. طب قولي لنا بقى، انتوا جات لكم حالات قبل كده مثلا سن الـ40 تقول لك انا تميت 40 بس انا عندي مشكله وخايفه؟ اصل في ناس بعد الـ40 بتخاف انها تتخن وما بتعرفش تتحكم في انها تنزل وزنها او تحافظ على جسمها. لما بيحصل كده وبيجي لكم حاله كده بتتعاملوا معاها ازاي؟ احنا مشكلة سن الـ40 ان ممكن يكون في بس لخبطة في نسبة انتاج الهرمونات في الجسم، وبالذات عند السيدات مثلا الهرمونات اللي هي الانثوية زي هرمون الاستروجين او البروجسترون. الهرمونات دي طبعا هي ليها دور مهم جدا في حرق الدهون في الجسم، فلما انتاج الهرمونات دي بيقل شويه ممكن الجسم يلجا ان هو عايز يخزن الدهون عشان يظبط مستوى الهرمونات او يظبط الهرمونات في الجسم. في كمان سيدات كتير بتحس ان انا يعني كبرت بقى على الرياضه، فبتبتدي قعدتها في البيت تكتر، او مثلا تخسرت في الشغل فابتدت الحركه نفسها بتقل، فكل ده برده بيساعد الجسم ان هو عايز يخزن طاقه او خايف ان هو ما يدخلوش يعني طاقه اكبر، فبتدي بقى يخزن الدهون في الجسم. فده اللي ممكن لحد ما تكون عامل من العوامل او سبب من الاسباب اللي تخلي ان الجسم ممكن يكون قابل للزياده، او بيتخن بسرعه او بيتخن بسهوله. بيتخن بسهوله. فعشان كده احنا دايما بنقول للسيدات، احنا طبعا بالاضافه ان احنا بننظم النظام الغذائي وبنطمن ان احنا ما عندناش مشاكل تانية زي مثلا تكيس المبايض او مشاكل في الهرمونات او مشاكل في الغدد او مثلا مشاكل زي مثلا مرض السكر او مرض، هم دايما بيخافوا من الحته دي خصوصا لانه بالزبط. بيخافوا السمنه توصلهم لا قدر الله للسكر او ضغط
او ضغط. حقيقي في ناس كتير على العادات الصحيه الغلط في الاكل، وان انا بلخبط اكلي على مدار سنين كتيره، ده بيخلي الجسم يرهق او يتعب. فبيجي بقى بعد الفتره او بعد ما خلاص بقى ما كبر في السن، هو مش قادر او المناعه ما بقتش تمام قوي او بتقل شويه، فيبتدي اكثر عرضه ان هو يتعرض مثلا لمرض السكر، او تبقى في مشاكل في الهرمونات، او مثلا في مشاكل في الغدد. فكل دي طبعا بتكون اسباب وعوامل رئيسيه جدا ان هي بتساعد الجسم ان هو يتخن. لكن احنا طبعا بنتعامل مع السيدات في السن دوت مع اتفاقيه الطب في شركه اون تارجت فارما، ان هو احنا بنساعدها بنظام غذائي مناسب ليها، وطبعا إضافة للكورسات المكثفة اللي احنا بنقدمها او الكورسات العادية على حسب طبعا كل حالة. فاحنا بنتعامل مع كل حالة، احنا طبعا بناخد منها التاريخ كله، هل هي كانت بتعاني من مشاكل قبل كده او في مشاكل دلوقت، هل مثلا لما عملت تحاليل اكتشفت في بعض المشاكل مثلا بعد حمل متكرر، طبعا سبب تبقى مثلا حملت اكتر من مرة، فهل الحمل اكتر من مرة اثر على جسمهم؟ جسمها طبعا اكيد. فاحنا كل دوت احنا طبعا عندنا زي ابلكيشن او استمارة الناس كل بتملاها بالتاريخ المرض دي كله، واحنا طبعا بنتواصل معاهم واحدة بواحدة، وبنبتدي بقى الطريق من اوله بنظام غذائي مناسب ليهم، طبعا اضافة طبعا اللي هما بياخدوا ادوية بعيدة عن الامراض التانية مع الكورسات المكثفة اللي احنا بنديها. فاحنا بنتعامل مع كل حالة انها حالة مميزة، بنتعامل معها لوحدها وبنديها كل المناسب ليها من نظام غذائي ومن الكورسات. طب خلينا الاول نعرض الارقام عشان نعرف طرق التواصل معاكم، وبعدين نبدا نحكي بقى على الكورس نفسه بيبقى عباره عن ايه. اسمحوا لنا نعرض الارقام التليفون عشان تتعرفوا تتعاملوا او تتواصلوا مع شركه اون تارجت فارما، اللي حابب كمان يدخل يشوف الصفحات ويشوف الكومنتس بتاعه الناس اللي جربت اخبارها ايه. طبعا احنا الارقام الموجوده على الشاشه موجودين كمان على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك دي الاوفيشال بيج يعني بتاعتنا. ايوه برده ممكن لو عايزين يتواصلوا معانا عن طريق صفحه دكتوره نهال حافظ خبيره التغذيه، وعلى فيسبوك برضو. أوكي. وموجودين كمان على انستجرام، صفحه اون تارجت فارما على انستجرام، وبرضو صفحه دكتوره نهال حافظ على انستجرام. هايل جدا. وبرضو الارقام احنا موجودين، ممكن يكلمونا وممكن يتواصلوا معانا واتساب، فاحنا في كل الحالات موجودين في سهوله يعني في التواصل. سهولة جدا. الحمد لله. طيب كلمينا بقى عن الكورس الخاص بالانسيليوم، هو مش بيبقى كورس واحد، انتوا بتقولوا مجموعه كورسات مناسبه لجميع الفئات العمريه يعني جميع تخصصات المريض، سكر، مريض ضغط، اطفال، كبار سن. فكلمينا بقى بيبقى عباره عن ايه الكورس ومكون من ايه. احنا بنتميز ان كل كورساتنا بتكون كورسات طبيعيه 100%، مفيش منها اي مشاكل، مش هتلعب ابدا، مش هتعمل لي لخبطه في هرمونات الجسم، مش هتعمل لي لخبطه في الميكانيزم بتاع الجسم او طريقه حرق الدهون في الجسم. هي كل الحكايه هي عوامل مساعده طبيعيه هتساعدني على حسب المشكله عندي. لو انا مثلا عندي مشكله ان انا شهيتي مفتوحه بشكل كبير، فعندي كورسات هتناسب جدا موضوع الشهيه، ان هي هتقلل الشهيه او هتظبطها، بحيث ان احنا مع الكورس ان احنا كمان نظبط اكلنا. وده اللي اكتر حاجه بتتميز بيها كورس الانسيليوم، ان هي عباره عن ارياف طبيعيه 100%، مفيش منها اي مشكله خالص. فلو حد بيعاني من مرض زي السكر او مثلا مرض الضغط او مشكله في الغدد او اي مشاكل تانية او مشاكل كمان في القلب، ما يقلقش تماما او ما يقلقش خالص، لان هي طبيعيه جدا، طبيعيه 100%. فهي كل الحكايه ان هي بتعمل نفس فكره بالون المعده، ان هي بتنفش في حجمها، بتمتص الميه فبتنفش حجمها، فبتملى يعني تلتين حجم المعده، فده بيديني احساس بالشبع. كويس. كمان فكره بالون بقى المعده في الانسيليوم، ان انا لما نفس فكرتنا لو مليت البالونه هواء هتبقى خفيفه. ايوه. لكن لو مليتها مثلا رمله او مليتها ميه بتكون تقيله او وزنها بيكون تقيل. فالالياف هي ما فيهاش كالوريز، هي كل الحكايه ان هي بس هتنفش حجمها هيتضاعف، فهتنفش في المعده فهتملى حجمها، فحس ان انا شبعانه، مش جعانه قوي، او ما عنديش شراهه كبيره ان انا اكل كميات كبيره من الاكل، بس انا في نفس الوقت انا خفيفه وبطني مش مليانه وما عنديش مشاكل خالص في الهضم. غير كمان الالياف بتساعد ان هي بتعمل ديلي او ابطاء لعمليه امتصاص السكريات والكربوهيدرات، فده كمان هيخلي حتى لو انا اكلت اكل فيه سكريات كتير او كربوهيدرات كتير، ده هيساعد ان هي تمتص بالراحه او على مهلها، فده هيساعد هرمون الانسولين ان هو يشتغل بشكل احسن او يزود الحساسيه بتاعه هرمون الانسولين. فطبعا الناس اللي طبعا بتعاني بقى بالذات السيدات بقى في السن اللي هو بعد ال40، لو عندها مشاكل زي مشاكل السكر او عندها لخبطه في الاكل او بتحس ان هي جعانه كتير، لان طبعا كتر القعده في البيت او ان هي خلاص مش وراها حاجه او مثلا
نتفرج على المسلسل او وقت الفراغ ده دايما عقلنا بيودينا ان احنا ايه يودينا ويجيبنا كده على الثلاجه شويه على الثلاجه شويه كده بنحب بقى وتسالي وحته مش عارفه نشويات وعلى حته معجنات وشوكولاتات ومشروبات غازيه كل الحاجات دي بيكون فيها نسبه عاليه من السكريات ونسبه عاليه من الكربوهيدرات فطبعا ده يعني بيعمل مشكله مع هرمون الانس ان هو ما بيبقاش عارف يعمل وظيفته بشكل كبير ده غير ان كمان الجسم بيكون خلاص لحد ما البنكرياس بيكون يعني مش بكفاءته اللي هي 100% فبيكون انتاج هرمون الانسولين كمان بيكون مش ساعات عند بعض الناس بيكون مش بالكفاءه الكامله فان انا اكل اكل كتير واخلي هرمون الانسولين يطلع فجاه ده ممكن ما يخلوش يؤدي ان هو يعمل دوره لكن احنا لما بنعمل ابطال عمليه امتصاص الدهون والكربوهيدرات والسكريات ده هيخلي الهرمون الانسولين يطلع واحده واحده فيبتدي يقوم بدوره بشكل احسن فدي كمان من الحاجات اللي بتميز بيها جدا الكورس انا كمان جنب الكورس بنهتم ان هو يكون فيه فيتامينات زي مثلا فيتامين سي طبعا فيتامين سي مهم جدا لصحه الجسم وصحه الشعر والبشره وطبعا عمليه الحرق او عمليه التمثيل الغذائي في الجسم طبعا الفيتامين سي مهم جدا وليه عامل كبير غير ان احنا بقى بندي كورسات تانية مكثفة بيكون فيها اكتر من حاجة على حسب طبعا المشاكل اللي هي بتواجه السيدات او في فئات العمرية مختلفة يعني مثلا انا عندي مشكلة في الشهية عندي مشكلة مثلا في حرق الدهون جسمي بيحب في السيدات بعد عمر الـ40 الجسم بيحاول يحتفظ بالدهون على قد ما يقدر علشان هو عاملها زي باك اب او يعني زي مخزن انا ممكن اخد منه الطاقة في اي وقت فاحنا بنحاول ان احنا مش نضحك على الجسم بس احنا نفهم جسمنا ونخليه نقول له ان في عامل مساعد هيجي ان هو يساعدني ان انا هديني طاقه وهديني فيتامينات اللي انا محتاجاها وفي نفس الوقت هيساعدني ان انا احرق الدهون المتراكمه علشان هي هتعمل لي مشاكل بعد كده زي مثلا تصلب الشرايين وامراض في القلب وفي نفس الوقت انا ببعد عن بقى ايه الوزن الزياده والسمنه بقى والمخاطر دي كلها. طيب احنا بس اتكلمنا عن جزئيه في ان احنا بناخده ازاي بتدعمه مع الكورس حاجات ثانيه بالظبط برضو بتساعد في الحرق وبتساعد قولنا بقى يعني بتبقى عباره عن ايه احنا يعني في الشركه عندنا كورسات مكثفه كل كورس بيكون بقى على حسب حاله المريض اللي قدامي على حسب حاله البيشنت اللي هم بتطلبوا بس انتوا بتدوا اعشاب ثانيه وحاجات ثانيه بندي كمان اعشاب يعني هي مثلا زي اعشاب المورينجا هي اعشاب المورينجا في ناس اصلا بتحبها كاعشاب تتشرف في اليوم العادي يعني في ناس بتحب مثلا يعني في ناس بتحاول انها تبعد عن الكافيين والشاي والحاجات دي والقهوه والكلام ده كله تاخد حاجه مفيده فبتحاول بتحاول تعوض دوت باعشاب طبيعيه وحاجات يعني اعشاب ده بيدي احساس ان انا بشرب مشروبات سخنه في اليوم وده طبعا ده اساسي عند كل واحد بتعمل ايه بقى الاعشاب دي الاعشاب ديت هي مهمه جدا لصحه الجسم هي طبعا فيها نسبه عاليه من الفيتامينات فيها نسبه عاليه من فيتامين سي وفيتامين اي وفيها كمان نسبه بتساعد جدا على تزود حساسيه الانسولين وكمان بتساعد في مشاكل عسر الهضم او مشاكل ان انا مش عارف اهضم كويس كل المشاكل دي طبعا هي بيكون ده عامل طبيعي فيها بالاضافه طبعا لتظبيط الاكل والحاجات دي كلها بس انا الفكره في الاعشاب ان انا يعني ما تتشرب كل يوم بحاول ان احنا كمان نبعد انها تتشرب بالسكر لان انا كده ما عملتش حاجه في الاعشاب يعني لما نشربها من غير سكر من غير خالص سكر. او احنا كمان بنساعدهم في الموضوع دوت ان احنا نساعدهم بسكر سيسل هو سكر طبيعي 100% اورجانيك هيدي تحليه للمشروبات بس في نفس الوقت هو زيرو كالوريز ومش هيرفع معايا سكر الدم فده هيساعدني بشكل كبير ان انا شربت مشروبات سخنه على مدار اليوم سواء مثلا اعشاب المورينجا او اعشاب تانية او مثلا بحب اشرب نعناع ينسون في اليوم العادي وفي نفس الوقت انا شربتها طعمها حلو وانا مبسوط بيها وما دخلتش لجسمي سكر ابيض او يعني مشاكل في الكالوريز وكمان يعني طعمها حلو ان السكر سيسل الكيس بيبقى بيساوي معلقتين سكر فالكيس بيحلي جدا تحليته كويسه جدا تحليته حلوه جدا وكمان في ميزه ان هو مش بيغير طعم المشروبات فانا هشرب بقى المشروبات بطعمها اللي هو العادي مش هغير طعمها وفي نفس الوقت طعمها متحلي فاقدر اشربها عادي حلو قوي يعني احنا بنقدم من كله احنا كل حاجه كل حاجه موجوده كل حاجه احنا بنساعدهم بكل الطرق حلو قوي طب الناس كده اللي متخوفه وبدات تاخد سواء هي عندها مريضه سمنه في سن الـ40 وصلت الـ40 وعندها سمنه او ناس عايزه تحافظ زي ما انت قلتي يا دكتور على انها وزنها ما يزيدش عشان بتبقى عندها التخوف ده بعد كده بتعملوا معاها ايه بعد بقى ما بتبدا خلاص هفترض انها وصلت الوزن المثالي اللي هي عاوزاه بتعملوا ايه بقى مع الانسيليوم في الوقت ده معاها
هل هي بتكمل بقى ولا بتعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين ان في ناس كتير من اللي بعد سن 40 بيبقوا خايفين ان هم يدخلوا بقى في مشكله امراض مزمنه او امراض هكذا، فبيبقى في تخوف او في حرص شويه ما بين منتجات التخسيس اللي بتكون موجوده، بيبقوا خايفين هل يا ترى هي هتبوظ هرمونات الجسم او هتلعب في اي حاجه. طب انا عندي مثلا مرض السكر وباخد ادويه، هل هيبقى في تفاعل ما بين الكورسات اللي انتوا بتقدموها والادويه اللي انا اصلا باخدها؟ ده مهم برضو ده يا دكتور. بالظبط، فالناس بتبقى يعني الى حد ما قلقانه شويه وخايفه ان هي تاخد الخطوه، لكن احنا طبعا بنطمنهم جدا، ما تقلقوش خالص، الموضوع كله حاجات طبيعيه 100%. احنا بناخد الحاجات الطبيعيه وبنستخلص منها المواد او المواد اللي انا محتاجاها، المواد الفعاله اللي انا محتاجاها اللي هتساعد الجسم، فهي ما فيش فيها اي كيميكالز وما فيش فيها اي امبيوريتيز وما فيش فيها اي مواد كيميائيه او انا دخلت عليها اي حاجه تلعب في الجسم او تعمل تعارض مع اي ادويه تانية. فهو طبعا الموضوع كله بيكون طبيعي 100%. انا كاني اكلت الياف، في ناس كتير جدا بتحب الالياف اصلا في يومها، يعني تدخل الياف طبيعيه مثلا زي القمح الكامل او الحبوب الكامله في يومها، فده نفس الفكره او نفس الكونسبت. الفطار مثلا بتبقى بدايه حلوه. بالظبط، فهي نفس الكونسبت، انا دي منتجات طبيعيه 100%، مفيش منها اي قلق، مفيش ما بتعملش ففي ناس بتستمر بس يعني الاجراءات هنا بتختلف بقى يا دكتور. طبعا اكيد احنا في العادي لما يكون حد بيعاني من سمنه بشكل كبير، احنا بنقول ان هو انا سمنه عباره عن ساشت بتتفضى على كوبايه ميه، وبعدين بنشرب بعدها كوبايتين ميه، فاحنا بناخده قبل وجبه الغداء وقبل وجبه العشاء، لو الناس برضو بتحب يعني تلخبط في العشاء شويه لحد ما ينام، بحس ان بقه مقفول لحد ما ينام عايز يشتغل على طول. فاحنا بنساعد ان هو يكون الكورس او الالياف الانسوليه ممكن تتشرب مرتين في اليوم قبل وجبه الغداء وقبل وجبه العشاء. كويس. لكن في مرحله بقى ان انا خلاص وصلت للوزن المثالي او خلاص يعني فاضل 2 3 كيلو الاخرانيين دول ومشكله دول، احنا نبتدي مثلا نقلل الجرعه شويه، نخليها مثلا مره قبل الغداء او مثلا مره قبل العشاء، حسب مثلا انا ظبطت وجبه الغداء بتاعتي بس عندي مشكله مثلا في وجبه العشاء. وفي ناس بقى كمان من اللي احنا من العملاء اللي تواصلوا معانا بيقولوا لنا احنا بقى الانسولين بالنسبه لنا اسلوب حياه، اللي هو انا ان في عامل مساعد ليهم، عامل مساعد. هو طبعا مش بيأثر يعني على المدى الطويل، مش هيأثر عليهم خالص. في ناس كمان بتستخدمه مثلا انا نفسي راحت لحته حلويات كده، نفسي هفتني عليها، عايزه كنترول. عايزه كنترول في ما تاكلش. فاحنا بنقول لهم عادي ممكن تاخدوا كوبايه انسيليوم وتاخدوا حته صغيره من الحلويات، يعني مثلا حته بسبوسه صغنونه قد كده اهوت، مثلا دونتس مثلا او سينابون او الحاجات دي، بس بكميه صغيره علشان ما نحسش ان احنا محرومين من الاكل او نفسنا راحت على حاجه محرومين. بس في نفس الوقت انا شهيتي مش مفتوحه قوي، فانا مش هاكل كتير، يعني حتى لو انا اكلت مثلا حته ازيد من اللي انا يعني المفروض ليا شويه تفاصه مني مثلا او حته تفاصيله صغنونه كده فيبقى الموضوع لطيف، فيبقى الموضوع سهل لحد ما الجسم ما دخلتلوش يعني زي بوش كده من السعرات الحراريه مره واحده، فتبقى تعمل لي مشكله ان هو هيتحكم في شهيتي وهيساعد السكريات او النشويات انها تمتص بالراحه، فانا مش هلخبط كل اللي عملته في الفتره اللي فاتت. فهيبقى بقى الوزن خلاص مفيش امكانيه ان انا ارجع ازيد وابقى خايفه، بالذات بقى في العمر بعد الأربعين بيكون الجسم قابل للزياده. بعد الأربعين ماشي يا دكتور اتفضلي. لا مش قصدنا احنا، طبعا كل جسم بيختلف عن التاني. انا هشوف مين اللي عامل اعداد الحلقه دي. احنا بس بنقول لهم يعني انتوا بس ما تفقدوش الامل، الواحد لازم يبقى عارف امتى الفترات اللي المفروض تبقى في الارم فوكس، يعني حاجه كده تنبهنا ان احنا ناخد بالنا من حاجات معينه ما كانش في حياتنا بقى قبل كده، بس احنا محتاجين حقيقي تبقى ثقافتنا بعد كده. احنا فعلا محتاجين، احنا بنحاول ان احنا نقول الناس ان احنا بنغير اللايف ستايل، احنا بس مش بناخد كورس همشي عليه فتره وهوب خسيت وهوب ارجع بقى. ثقافتنا الغذائيه بنغير بس تفكيرنا في الاكل بيبقى ازاي، احنا بناكل كل حاجه، يعني احنا بنتميز في الشركه ان احنا بنقول لهم انتوا هتاكلوا كل اللي نفسكوا فيه، ومش هناكل اكل معين ومش عارفه ايه ونروح نجيب مش عارفه اكل لا احنا هناكل اكل اللي احنا عادي بنطبخه عادي في المطبخ، ما فيش اي مشكله خالص، بس طريقه طبخه ازاي، ان احنا نبعد عن الدهون الضاره، نبعد عن بقى السمنه بقى والزيت والحاجات المهدرجه ديت، وان احنا نطبخه بشكل صحي وناخد الكميات اللي انا جسمي محتاجها، فابقى انا اكلت اللي نفسي فيه بس انا ما ضرتش جسمي. كويس جدا. فانا اخدت نسبه الدهون مثلا والكربوهيدرات والنشويات والبروتين اللي جسمي محتاجها واللي هتبني الجسم وتبني العضلات وكل الكلام دوت، وما حسيتش ان انا محروم وما حسيتش ان انا باكل اكل غير اللي محطوط على السفره واللي عيلتي كلها بتاكل منه، فانا حاسس ايه يعني انا بعمل دايت يو كده يعني.
فده طبعا بيخلي ده عامل مساعد ومشجع جدا للناس، ان هم مش هيحسوا ان هم داخلين بقى في حياة لوحدهم وليهم اكلهم لوحدهم وطبقهم لوحدهم. ده بيديهم احساس لحد ما بالزهق والاكتئاب، وعامل نفسي طبعا بيكون ايه يعني مساعد كبير جدا. طيب قولي لنا بقى اخر حاجه عشان نبقى عرضنا برضو في الحلقه في النهايه طرق التواصل، عشان لو حد من اصدقائنا عايزين يتواصلوا مع اون تارجت فارما نعرف التواصل معاكم ازاي. دكتور احنا طبعا موجودين الارقام اللي على الشاشه سواء مكالمات او واتساب، احنا موجودين حتى لو اتصلوا بينا ولقوا الارقام مشغوله ممكن عادي يتواصلوا معانا على الواتساب، ما فيش اي مشكله خالص. احنا كمان موجودين على الفيسبوك، اكتر بلاتفورم الناس كلها بتحبه على السوشيال ميديا، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك دي الاوفيشال بيج بتاعتنا، وصفحه دكتوره نهال حافظ، وموجودين برضو على انستجرام صفحه اون تارجت فارما على انستجرام، وبرضو لو عايزين صفحه دكتوره نهال برضو على انستجرام موجودين. حبيبتي يا دكتور انا يعني سعيده بوجودك معايا النهارده، ربنا يخليكي، ميرسي. وميرسي ان انت عملت لنا فوكس كده على الموضوع ده، مهم قوي بالنسبه للسيدات كتير هيهمهم قوي قوي قوي. احنا طبعا يعني بنحاول نساعد كل الاعمار والفئات كل حاجه طبعا. جميل، ميرسي. وطبعا اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني دكتور سالي فيكتور، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من فريق الطب لشركه اون تارجت فارما، نورتيني وشرفتيني. ميرسي، ربنا يخليكي. واشكر طبعا اصدقائي وكل متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم، ومن هنا لحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعادة، وسلام عليكم.